وأحد هؤلاء قال بأنه رأى في المنام بأنه النبي جاءه وأوصى باتباع حازم صلاح أبو إسماعيل وقال أنه سلم عليه. تعالوا نسمعه عشان الناس بتقولش إحنا بنبالغ. تعالوا نسمعه. جاء أخ من العمرة أمس فاتصل بي هاتفيا قال لقيت الأخ فلان في المسجد النبوي له 15 عاما لا يترك صلاة في المسجد النبوي، رأى رؤيا أن النبي دخل عليهم فسأل عن حازم أبو إسماعيل. غياب العقل هو الكارثة، وأقول بأنه ما يتوافق مع العقل هو الدين. إذا لم يتوافق ويوافق عقلك ما يقول هؤلاء، اعلم أنه ليس من الدين وأنت مطمئن القلب. هذه الخزعبلات وهذا العبث بأن الرسول وصى على مرسي، الرسول وصى على حازم، الرسول وصى على بديع، الرسول وصى على سيد قطب، كل هذه أكاذيب وأباطيل. زي زينب الغزالي، الرسول جالي في المنام وقال لي أتجوزك يا زينب يا غزالي وحميدة قطب وإنت وعلى الحق كإخوان. هذا عبث، هذا عبث، دي أضغاث أحلام من الشيطان.